أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. جنوب كردفان ترفع الحظر الجزئي لعودة الحياة لطبيعتها. تجمع المهنيين السودانيين وحزب المؤتمر السوداني يبحثان القضايا المتعلقة بتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومجمل الحالات يقترب من 2000 حالة. أهلا بكم. أعلنت اللجنة الأمنية برئاسة الفريق عبد الله البشير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للتدريب المكلفة بالوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان رفع الحظر الجزئي لعودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادوغلي. وقال الفريق عبد الله إنه من خلال الاجتماعات المتواصلة التي بدأتها اللجنة منذ مجيئها مع اللجنة الأمنية بالولاية ورجال الإدارة الأهلية وتنسيقية قوى الحرية والتغيير، فقد توصلت إلى رفع الحظر الجزئي لإزالة حالة التشاحن النفسي التي تؤجج الصراعات الفردية، بجانب دحض الشائعات المغرضة التي صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنهم. وأكد بأن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار، بالإضافة إلى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم، فيما كشف والي الولاية رشاد عبد الحميد عن ضوابط وإجراءات صارمة اتخذتها حكومة الولاية بكادوغلي لمنع تكرار أي حادثة، ووصف الأحداث التي وقعت بالمؤسفة. أشاد الأمين العام للأحزاب السياسية والحركات المسلحة بجنوب دارفور سيف الدين ضي النعيم بالجهود الحكومية والقوات النظامية لقيامها بدورها في احتواء الصراعات بعدد من ولايات البلاد المختلفة، وأشار إلى أن ظاهرة الصراعات القبلية والاعتداء على القوات يعد اعتداء صريحا على الدولة وكرامة السودان بغرض الانقضاض على الثورة والعمل ضدها بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد ومواطنيها. وأكد أن تأخير تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي يسهم في غياب الأمن، وقطع بأن استمرار التأخير يؤثر سلبا على عملية السلام، وطالب بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي القومي ومجلس الولايات وتعيين أشخاص قوميين ذوي خبرة وكفاءة يشهد لهم بالنزاهة والحياد والخبرة بعيدا عن المحاصصات السياسية والحزبية. تعهدت النيابة العامة بتقديم المتهمين في أحداث ولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان وكسل للمحاكمة حال إكمال التحقيقات والتحريات اللازمة في أقرب وقت ممكن، وأعلنت عن قبض وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم، وأشارت إلى تشكيل 3 فرق تحقيق في كل دائرة من دوائر الأحداث. وأكدت النيابة في بيان حول أحداث جنوب دارفور وكسلا وجنوب كردفان أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، وقطعت بأن ثقافة العنف واللجوء إلى استخدام القوة تعد من أكبر المهددات التي تستلزم التعامل بحزم مع التفلتات التي تؤدي إلى المواجهات القبلية التي تشهدها البلاد. ودعت النيابة العامة إلى ضرورة وضع قرارات المجلس الأعلى لنزع السلاح موضع التنفيذ. بحث وفد من تجمع المهنيين السودانيين مع حزب المؤتمر السوداني عددا من القضايا الملحة بالساحة السياسية، وعلى رأسها قضية تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي والمؤتمر التداولي لقوى إعلان الحرية والتغيير. واتفق الطرفان على أهمية تعيين الولاة المدنيين والنظر في التحفظات على قائمة الولاة التي دفع بها المجلس المركزي لرئيس الوزراء والمقدمة من عدة جهات في أسرع وقت، وذلك توطئة لتعيين ولاة مدنيين بالولايات وفي أسرع وقت. وناقش الاجتماع قضية تكوين المجلس التشريعي، وأكد الطرفان على ضرورة تكوين المجلس التشريعي في أسرع فرصة ممكنة، وقرر الاجتماع تكوين لجنة مشتركة من الطرفين للتفاقر وتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى إطار عام لمعالجة قضايا تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي وإصلاح وتطوير العمل داخل هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير. حذرت تنسيقية قوى الحرية والتغيير بولاية النيل الأبيض من مغبة الانقياد وراء المخطط الذي تقوده عناصر النظام البائد لجر الشارع لحالة عنف. وطالبت التنسيقية في بيان لها على خلفية أحداث عنف بمدينة كوستي بين لجان المقاومة وعناصر من النظام البائد باتباع الخطوات القانونية في تعرية كل خط يقود لحالة عنف.
ولم تنفي التنسيقية وجود إصابات وسط الثوار، وأكدت عدم وقوفها مكتوفة الأيدي أمام محاولات عناصر النظام، مشددة على أن الثورة محروسة بإرادة جماهير الشعب السوداني ووعي لجان المقاومة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة. وسجلت الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم 120 حالة، في الجزيرة 6 حالات و10 حالات في كل من في القضارف 10 حالات، في كسل 7 حالات، شرق دارفور 3 حالات. أما الوفيات فقد سجلت حالة وفاة واحدة في ولاية الخرطوم، وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 1964 حالة، متضمنة 91 وفاة. وتماثلت 7 حالات للشفاء، 5 في ولاية الخرطوم وحالتين في ولاية الجزيرة، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 205. مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان، تمضي ولاية النيل الأبيض في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التي أصدرتها لتجاوز المرحلة، كما تستمر جامعة الإمام المهدي وديوان الزكاة في توفير المعينات الطبية إسنادا للجيش الأبيض، نحو جهود تسهم في التقليل من جائحة كورونا. بعيون تضمو إلى المستقبل، وسواعد نسوية تصنع من الأقمشة كمامات وأزياء طبية لوقاية مواطني ولاية النيل الأبيض من جائحة كورونا. فهنا وضمن مبادرات تطوعية لمكافحة الجائحة، نجحت أكثر من 30 امرأة بمركز شباب حي الصايم بكوستي في تصنيع أكثر من 1000 كمامة ومئات الأزياء الطبية، معدات تسهم هي الأخرى في حماية الجيش الأبيض من مخاطر الجائحة. نحن المرأة المنتجة بمحلية كوستي وربك بالتعاون مع ديوان الزكاة بالمحليات وجامعة الإمام المهدي، حصلنا لإنتاج لكمية من الكمامات ما يقارب 1000 وشوية، وعدد 500 لبس للجيش الأبيض إن شاء الله لدرء جائحة كورونا بالولاية والمحليات إن شاء الله. فهنا وبدعم من مبادرة شباب السودان وآخرين، يمضي منسوبو جامعة الإمام المهدي في تصنيع مئات المعقمات وعشرات المعدات وأجهزة السلامة الشخصية للأطباء في مواجهة جائحة كورونا، وذلك مساهمة منها في الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس. قمنا بمبادرة باسم يسلم السودان، فالمبادرة بتاعتنا فيها توفير مطهرات وألبسة واغية وقناعات للكادر الطبي الشغال في يستقبل الحالات وفي مركز العزل. ونحن إن شاء الله المبادرة بدأت بحياة بسيطة، بعد ذلك إن شاء الله حنتقدم ونقدم حياة أكثر، وإن شاء الله نزل ربنا إنه يغي السودان جائحة الكورونا. وانطلاقا من دورها تجاه مجتمع الولاية، تخطو جامعة الإمام المهدي بثبات نحو التقليل من خطر الإصابة بالجائحة في الولاية، توعية وتثقيفا ومعينات. وامتدادا لهذه المبادرات قمنا بمبادرة يسلم السودان بشراكة مع ديوان الزكاة والبنوك والشركات وبعض المنظمات الخيرية وبعض الخيرين لتوفير معدات الوقاية للكادر الطبي وتوفير مواد للمطهرات للمؤسسات والمستشفيات. والحمد لله قطعنا شوط كبير جدا جدا، ونتمنى انه يعني في القريب العاجل تزول هذه الجائحه عن السودان وعلى العالم اجمع. وتاتي هذه المبادرات بالتزامن مع التدابير الاحترازيه التي وضعتها السلطات الصحيه بالولايه، قد تسهم في تقليل خطر انتشار كورونا. من تركيب المعقمات الى تصنيع الكمامات، قد تسهم هذه المبادرات في التوعيه بمخاطر جائحه كورونا ثقافه ووقاية. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، من داخل معامل جامعة الإمام المهدي كوستي. أكدت وزارة الخارجية أن القائمة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تمت بصلة مباشرة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية وتعمل أن تكلل مساعيها بالنجاح. وقالت الخارجية في بيان صحفي تصحيحي لما تم تداوله بهذا الشأن
إن القائمة المذكورة المتداولة ما هي إلا قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب والتي أزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. الولايات الشمالية تواصل تسليم القمح المنتج بالولاية لصالح المخزون الاستراتيجي للبلاد. أهلا بكم إلى جولة جديدة في أخبار العالم، حيث أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن الدولي بأن الأطراف المتحاربة في اليمن أحرزت تقدما كبيرا نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقام جريفيث بمحاولة جديدة من أجل التوصل لهدنة في اليمن بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا. وقدم جريفيث للحكومة اليمنية وحركة الحوثي اللتين تتقاتلان منذ أكثر من 5 سنوات مسودة مقترحات بخصوص وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والإجراءات الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية على نحو عاجل. قال الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل فلسطينيا بالرصاص بعدما تعمد قيادة سيارته بسرعة كبيرة نحو جنود في الضفة الغربية المحتلة، وأصاب أحدهم. وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم قبيل التنصيب الذي كان مزمعا لحكومة الوحدة الإسرائيلية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تأجل حتى يوم الأحد. وسيشمل جدول أعمال الحكومة ضما فعليا محتملا للمستوطنات اليهودية وغور الأردن بالضفة الغربية. ومن المقرر أن تبدأ مشاورات الحكومة بشأن الخطوة التي يعارضها الفلسطينيون بقوة في يوليو. قالت مصادر مطلعة أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد عبر ربط أصول في الإماراتين، فيما من المرجح أن يطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق. وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في عام 2009. وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لحماية الاقتصاد من التأثير السلبي. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا للخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 2000 ريال قطري. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن المخالفين يواجهون الغرامة والحبس أيضا لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو إحدى العقوبتين. وأضاف البيان أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده. في أخبار الاقتصاد، أكدت حكومة الشمالية مواصلتها في عملية تسليم القمح المنتج بالولاية لصالح المخزون الاستراتيجي للبلاد عن طريق البنك الزراعي. وأكد والي الشمالية محمد الحسن السعوري خلال ترأسه اجتماع لجنة أمن الولاية ولجنة الحصاد وشراء القمح، أكد حرص حكومته الإيفاء بنداء مجلس الوزراء بحصر المنتج من القمح لصالح الدولة بالسعر التشجيعي المعلن من قبل الدولة. وقال الوالي أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك آلية تسليم المنتج من القمح وجهود الولاية في هذا الاتجاه، وأعلن جاهزية ولايته لتنفيذ كافة قرارات الدولة فيما يتعلق بالمواسم الزراعية خاصة محصول القمح. احنا عرضنا مشكلتنا على السيد رئيس الوزراء الأساسية في أنه الحصاد ماشي بصورة طيبة، كان في إشكاليات بتاعت حصادات، لكن الحمد لله الأمور كانت دخلت لنا حصادات من عدة اتجاهات فخلت الأمر ماشي كويس. نورناه عن كل شيء حاصل في حصاد القمح، وطلبنا منه أنه يوجه البنك الزراعي في أنه يتم الاستلام في الخيط. وطوالي مشكور السيد رئيس الوزراء في نفس اليوم وجه بأنه يتم إنزال توجهات لإخواننا في البنك الزراعي، بالذات الإخوة المسؤولين من إدارة الحصاد المحصول الاستراتيجي وجمعه. وعلى صعيد ذي صلة، اطمأن والي الشمالية محمد الحسن السعوري على موقف الولاية من حصص الدقيق والمواد البترولية. وأكد خلال اجتماعه بآلية المواد البترولية والدقيق أن الولاية تشهد استقرارا في سلعتي الغاز، بل في سلعة الغاز. وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد استلام حصص الدقيق وتوزيعه عبر اللجان المختصة لتدخل الولاية في حالة الاستقرار في جانب المواد البترولية والدقيق.
ودعا مدير عام وزارة المالية حافظ عوض الكريم لضبط التنسيق وتسخير الإمكانات المتاحة للتغلب على الأوضاع الراهنة خاصة منها الاقتصادية. أطلعنا سيادتي على الوطح فيما يلي الإمداد المواد البترولية، فيما يلي الغاز، وفيما يلي الدقيق. والحمد لله يمكن نقدر نستطيع أن نقول الوضع مطمن. إن شاء الله كمان في تشهد الفترة الجاية إن شاء الله هيكون في وفرة في الدقيق، بعد إن شاء الله يعمل مطحن الفردوس ويوفر الدقيق المدعوم للولاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. عموما نقدر نستطيع أن نقول أن الوضع مطمن فيما يلي المواد البترولية وفيما يلي الغاز وفيما يلي الدقيق إن شاء الله بإذن الله تعالى. أبدى مواطنون بولاية القضارف امتعاضا شديدا بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات في أعقاب إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة كورونا، وحملوا التجار المسؤولية واتهموهم بالجشع، ولم يعفوا السلطات من مسؤولية الرقابة، خاصة وأن إجراءات الإغلاق تجبر المواطنين على التحرك في حدود ضيقة مما ضاعف من المعاناة. آثار متعدية تلك التي فرضتها جائحة كورونا، ليس أقلها الوضع الاقتصادي وأثره على حياة المواطن. هنا في القضارف ارتفاع جنوني في أسعار السلع حتى الأساسية، مما جعل المواطن يئن بالشكوى. أنا حسب بشتغل يوم 500 جنيه، ما أقل من 500 جنيه. بمشي بشتري لي ربع لحمة وسلطة، وبشتري لي شوية يعني زبادي وعجين وبتاع، بجي بقى حق العيش ما بلقاه والله بصراحة كذا. والله غلاء غلاء غلاء، ده الموت البطي، بس بأمانة موت بطي والله. والله الأسعار غالية جدا والمواطن تعبان، وإن شاء الله ربنا يسهل الأمور. مطالبات للسلطات بالتدخل لكبح جماح هذا الارتفاع، خاصة وأن الإقلاق الشامل الذي فرضته ظروف جائحة كورونا قد جعل ندرة في العرض مع قيود على مصادر رزق المواطن. نحن المواطنين التزمنا بتعليمات الحكومة تمام 100%، لكن ما في توفير أو في مساعدات بتقدمها الحكومة للمواطن. المواطن إذا قلت له إذا قلت في البيت، طيب قاعد في البيت يأكل يشرب شرب. أصابع الاتهام دوما تشير إلى التجار وتتهمهم بالمغالاة. التجار في تجار يشعين، في التجار بتاعين أزمات، يستنوا الأزمات دي عشان يغنوا. معروف في أي محل في السودان ولا في القضارف معروفين مستنوا، يعني يتمنوا الحال ده ما يزول عشان هم قروشهم تكتر. بدورهم يدافع التجار عن أنفسهم ويلقون باللوم على الموردين وتكلفة الترحيل. الأسعار دي والله غالية من الزيادة، نحن أصلا بنجيب البضاعة دي والترحيل زاد باقي لنا مشكلة. يعني زمان نحن بنرحل الطاولة مثلا حقت الموز ب 10 جنيه، والليلة اليوم والله بنرحلها ب 100 جنيه. يعني شوف المضاعفة كم 10%، والله مضاعفة ثقيلة جدا جدا. والترحيل هو كل الأسباب في غلط الأسعار. وعلى الرغم من التدخلات الاجتماعية الرسمية أو عبر الخيرين ولجان الأحياء، إلا أن الوضع يحتاج لابتداع آليات أكثر فعالية. فيما يبدو فإن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات هنا في ولاية القضارف بالإغلاق الشامل قد أثرت سلبا على أسعار السلع، مما ضاعف من معاناة المواطن. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. جنوب كردفان ترفع الحظر الجزئي لعودة الحياة لطبيعتها. تجمع المهنيين السودانيين وحزب المؤتمر السوداني يبحثان القضايا المتعلقة بتعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومجمل الحالات يقترب من 2000 حالة. نهاية سودان هذا المساء، قدمناه من قناة الشروق. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.